السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوناش بالإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهد القناة فضلا اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد. بتمنى منكم ما تنسوناش بالإعجاب، كل ما بتحط الإعجاب كل ما القناة بتكبر، وكل ما نبدأ اللي احنا نعمل فيديوهات كتير للأكتر وللأحسن. تعالوا النهاردة نبدأ نتكلم عن موضوع، مثلا عند الفراخ بدأت اللي هي ريشت اهيت، يعني داخلين عمر شهر، تمام. عايزين نعرف منهم الذكر من الأنثى، أو عايزين نعرف منهم الديك من البربرة، تمام، أو الديك من النتاية. فطبعا وهم في السن ده برضو أو أصغر من كده، عمر أسبوع وفمكانهم يتعرفهم الديك من البربرة أو الذكر من الأنثى. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هوت، ببدأ أكلهم يعني أي حاجة عندي. يعني عندي أنا دلوقتي حاطط لهم ذرة، في مثلا نجيب لهم دشيش أصفر على شوية عليقة علف، تمام، لكن ما بسيبش العلف هو اللي قدامهم على طول. عندي اي بواقي اكل بقى، يبقى من عندي رز، يبقى من عندي اي حاجة من طبيخ البيت، او اي اكل فاضل بدل ما ارميه مثلا في الكمامة، ببدأ اللي انا احطه للطيور واستفاد منه. معايا النهاردة زي ما احنا بنقول ادي الكتاكيت اهيت عمر، فكان برضو الواحد يبدأ اللي هو يخلي الكتكوت يبدأ يطقطق، او لو انت مربي كتكوت واحد بس عندك يبدأ اللي هو يتعود اللي هو ياكل من ايد الواحد، او يبدأ اللي هو يطقطق ويبدأ بالفعل اللي هو لوحده، ويبدأ اللي هو يكون مسترجل، ويبدأ يكون مسترجل، ويبدأ مثلا اللي هو يأذن والكلام ده، لكن بيبقى وليف بالفعل ويبقى واخد على الواحد والكلام ده. العلف عندي انا ما ببلهوش، يعني بالنسبة للعلف بسيبه حب زي ما هو، او الدشيش زي ما هو. الدورة ده هو بس اللي ببله، وابدأ اللي انا اكل منه الطيور الكبير والصغير. وكان عندي برضو سؤال، انا عندي يعني بالنسبة للديوك ابدأ اتعامل معاها ازاي بحيث اللي هم ما يحددوش مع بعض. ببدأ احبس كل ديك لوحده، طبعا انا بقولها في كل الفيديوهات بس بترجع تاني الاسئلة بتبدأ اللي هي تتكرر. اللي انا يعني لازم الديوك ديت فيها الخصلة، لو انت سبتهم مع بعض ما ينفعش اللي انت تسيب ديكين مع بعض. اذا لو هما متربين مع بعض وواقفين مع البرابر والكلام ده، بتلاقي واحد مكندز والتاني هو اللي مسترجل عليه، هو اللي مسترجل، وتلاقي التاني واقف مكيف، واقف خايف ومرتاح ومرعوب. فطبعا لو انت شلت منه اللي هو خايف منه، بيبدأ اللي هو اللي يسترجل مع البرابر، ويبدأ اللي هو يحسس نفسه هو الراجل او هو الديك اللي في وسط البرابر، تمام. علشان ما اطولش عليكم، تعالوا اما نشوف النهارده، نبدا نشوف الكتاكيت. يعني عندي اهوت، ادي كتكوت اهو، تمام. عندي بقى طبعا هنشوف حاجه زي دلوقتي لما بمسكها، بيبدا مثلا الكتكوت الديك هو اللي بيبدا اللي هو يكون مسلم، ويبدا اللي هو واقف قاعد ساكت ما بيتحركش، لكن البربره هي اللي بتبدا اللي هي تعافر، وهي اللي بتبدا اللي هي هي اللي بتبدأ اللي هي ايه تتحرك. تعالوا نشوفوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ادي الرجلين، تمام، ادي الرجلين اهم، بخلوهم قصب بعض، تمام اهو كده. هتلاقي الديك مسلم، تمام، هتلاقيه بيبدأ اللي هو ينغز نفسه كده، يبدأ اللي هو عايز يتحرك، طبعا ما بيعرفش يتحرك. تعالوا نشوف بقى البربرة، شايفين الفرق؟ طبعا انا عندي البرابر هي اللي كتير، فطبعا عايزين ايه. بيبدأ الديك مثال، تمام. البربرة بتبدأ في ايه، تبدأ اللي احنا زي ما احنا شفنا، ادي البربرة هي ادي بربرة تانية، ده برضو ديك معانا اهو، تمام. في تاني فكرة تانية
عندنا لما بيكون عمر اسبوع او عمر مثلا 8 ايام، بنبدأ نمسك الفرخ مثلا او حتى من هنا اهو كده، دي بربرة. الديك طبعا الديك بيبقى مسلم، تبقى الرجل الرجلين بتاعته بتبقى ثابته لتحت واقفه عامله كده، وهو كتكوت صغير بيبقى مسلم يعني كده في الوقت ده كده، هو ده ديك. تمام، تعال نشوف بقى الفرق ما بين مثلا ادي الكتاكيت اللي هي عمر شهر، تعال نشوف اللي هم عمر 3 شهور او 4 شهور، ايه الفرق ما بين الديك والبربرة. طبعا اللي واقف قدامنا ده هو ده ديك 100%، بتبدأ اختلاف في الريش بتاعه اهو، هذا اختلاف ريش الظهر، تلاقيه ما بيكسيش بسرعة اهو، تلاقيه مثلا في ريشة اهي ذهبي مصفرة اهيت، في بقى اللي بيبقى مثلا الجسم بتاعه ده هو الريش ده بتاعه ابيض، بدل ده بالنسبة لي اسمه ديك تمر هندي اهو، هيبدأ قلبه هيقلب ريشة تمر هندي. تمام، وفيه اللي بيجيب سبلة حمراء. تمام اهو، الظهر بتاعه زي ما احنا شفنا ظهره لسه ما كساش من ريش وكده. تعال اما نشوف بربرة مع بعض، هنبص للبربرة، بصوا كاسية ريش كلها اهو، كاسية الريش ما فيهاش ريش بالنسبة للوقت ده، ما فيش ريش تاني بيلمع اللي هو الريشة الفضي، الريشة اللي هي بتبقى ايه مش ريشة عريضة، بتبقى ريشة رفيعة، يعني بالنسبة هنا بالنسبة للديك بيبقى ريشة رفنعة مش ريشة عريضة اهو. وش بربرة، الشكل شكل بربرة. تمام، الديك معانا طبعا احنا قلنا البربرة الريشة بتاعتها عريضة، لو لاحظنا هنا ادي الريشة بتاع الديك بتبقى ريشة طالعة رفيعة على الظهر اهي، ريشة طالعة رفيعة وفيها كذا لون بقى، بيبقى فيها لون احمر، بيبقى فيها لون اصفر اهي، واضحة خالص اهي. تمام، ادي الظهر بتاع الديك تلاقيه لسه ما كساش ريش. تمام، مفيش اصلا اه، ادي الديك، دولت اللي هم عمر 4 شهور. طبعا بإذن الله نشوفكم في فيديو تاني، ما تنسناش بالإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهد القناة فضلا اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.